اللي بيفتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. أنت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي أدي جنيه أهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. انت واحد يا اخي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطة. طنطة واحد. ايه واحد. سيبني نفسي راحت. قول لي يا حضرتك ممكن تستقر لي العلوان دي؟ هلا ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد ده؟ منصورة اثنين. صوفيا. صوفيا القشطة. طب عندي الشفة. صوفيا. صوفيا طب عندي الشفة اشرب. اديني واحد من ده وحد ابوه. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية سونيا جميلة جميلة قوي. حد شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ واحنا فاتحين سبين. طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مش ورد بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسحرة دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ انا مش فضيلك. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية صحيحكم مشكور. ما نجيلكش في حاجة وحشة. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليه. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومة حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرالي بقى. قريبك اللي في الورقة دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لذا. قلت بقى ده مامي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعرة. تنزل المسعرة. ايوه المسعرة. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين ان سيادتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. اهدى. قرش تعريف. قرش تعريفك.
دي الكوبايه تبان 10 ساغ 10 ساغ ليه شويه الماء البيضه دول 10 ساغ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس تخش وسطك ما حدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانه دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير هم الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللؤ ايوه ايوه هي باب اللؤ دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا أمر بينا لله. يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش هنداوي انت هنداوي ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الام يا ولي مين حاجينا ساعه زي دي الام قوم يا راجل افتح دي طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعالى يا راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يا في الزهوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه ايوه والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايه ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش يا مرات خال ما قلتش بحاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي مالت لهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب اقول لك ايه تعال اقعد هنا انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك ده انت عليك تحكمات فاطمه ايه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا ودي وقعت ايه دي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني سوني ايوه بتاع بيضه كده هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ولد ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك ليه قوم جامد قيمتك قوم معلش يا راس العاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك مطولوا على الاخر لا طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم اهياني اهياني